قائمين بهذا الواجب الشرعي، نسأل الله تعالى أن يثيبهم ويوفقهم إلى الصواب، ويهيب بكل الناس الذين ربما يتساهلون في المشاركة في هذه الانتخابات، وهذه المشاركة في غاية الأهمية، لأن الناس إذا اختاروا وشاركوا ويعني انتخبوا من يرونه الأصلح فإنهم سيجدون ذلك ويخفف عنهم من معاناتهم ومن أزماتهم الكثيرة، ابتداء من الغدرالي الآن في الطريق يعانوا منها. لكن للأسف نجد الإقبال ضعيف جدا في المراكز الانتخابية، والناس يعني يبقون في بيوتهم ولا يتحملون المسؤولية، ثم بعد ذلك يعني يشكون من نقص الخدمات، هم الناس الذين يتولون عليهم لا يعتنون بأمرهم، فهم السبب. الذي لا يشارك هو السبب، هو الذي جنى على نفسه، وهو عليه مسؤولية شرعية عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذه السلبية خذلان للأمة وتضييع لحقوقها. ونحن والله في الوقت الذي نسعد فيه بالمشاركة في الانتخابات لاختيار المجالس البلدية والمجلس البلدي في تاجورة، الذي هو يعني ضاحية من عاصمة ليبيا طرابلس، في الوقت نفسه نشعر بالخوف على الانقلاب على هذه الانتخابات وانقلاب على الشرعية، لأننا عندنا سوابق مؤلمة في الماضي. انتخبنا في الماضي مجالس بلدية في كل ليبيا في الشرق وفي الغرب، أين الآن المجالس البلدية في الشرق؟ لا وجود لها، انقلب عليها الانقلابيون واستبدلوها بحاكم عسكري. وكذلك عندنا تجربة قاسية، فرحنا في عام 2012 وانتخبنا مجلس التشريع المؤتمر الوطني، ثم انقلبوا عليه، والذي قام بالانقلاب في المرتين هو واحد، والعالم كله يعرفه، والمجتمع الدولي يعرفه،
وقلقنا يعني سببه في هذه المرة شديد، لأن ملف المصالحة بين الليبيين والحوار بينهم يقوم به المجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وهم يتكلمون الآن عن المقاسمة، مقاسمة السلطة في هذه المصالحات. نحن لا نرفض مقاسمة السلطة مع الشرق ومع الجنوب ومع الغرب، لكن نرفض أن تتقاسم السلطة جهات انقلابية، لأن إعطاءها السلطة معناه هو دعم للانقلاب. المجتمع الدولي يدعم في الانقلاب ويزعم أنه يريد المصالحة ويندد بالتدخل الأجنبي في ليبيا. الاتحاد الأوروبي وهو يندد بالتدخل الأجنبي في ليبيا في الوقت نفسه ويبيع السلاح لدولة الإمارات التي تقتل به الليبيون، تقتل به الليبيين، ويعني يبيع لها السلاح لتقتل به أهل اليمن، ويبيع السلاح للمصريين وهكذا. وهذه مواقف مزدوجة، أتمنى من العالم الحر أن يتخلى عنها، لأنها مشينة، ولأنها يعني تدل على عدم المصداقية، وكان بالإمكان أن تكون لها مواقف أكثر إيجابية، فيضع هؤلاء المجرمين والإنقلابيين والدول المتدخلة في ليبيا توضع في مذكرة مجلس الأمن وتوقع عليها العقابات، يوقعون عليها العقابات الرادعة. لو فعلوا ذلك لكان له موقف، لكان لهم موقف يذكره التاريخ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجزى القائمين على هذه العملية الانتخابية خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله.